هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لكافر أو مشاح. هذا الحديث هو عند ابن ماجه رحمه الله. وهذا الحديث باختصار قد ذكر رواياته وطرقه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا الحديث لا يصح على الصحيح، وجاء عند أحمد: فيغفر لعباده إلا لإثنين، مشاحن وقاتل نفس. هنا ذكر قاتل النفس مع المشاحن، فأين المشرك؟ وهذا رواه أحمد، ومع ذلك ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما هو معروف.